راسك باو عليه باو عليه باو عليه باو عليه باو عليه باو عليه حمودي يدك حجينا باو عليه باو عليه باو عليه مرتلو. هذه أولى محاولات محمد الدجيلي. حقيقة مباراة قوية وتستحق أن تكون نهائي لبطولة العراق الكبرى المحيبس اللي تقيمها مشكورة قناة بابلون الفضائية، وشكر وتقدير إلى شركة بابلون للنقل الدولي ما بين تركيا والعراق. وايضا شكر وتقدير الى الاستاذ رعد العبيدي والصاله الذهبيه على هذه الاستضافه الرائعه. باو عليه ارفع راسك ارفع راسك باو عليه باو عليه. بطولتنا بطوله محبه اخوان ربع وجماعه وصدقان، ما بينا غالب خسران، كنا فايزين بحب العراق، كنا فايزين. باو عليه مرتلخ على ايدك. بطوله كلنا العراق للمحيبس. طلق طلق حلوه يا دجيلي. طلق 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 للاخير. حلوه يا دجيلي حلوه يا بطل. بلعب وين؟ كل الفوق طل وتلعب. طل طل ايدك حجي. طلق اليسرى طلق اليمنى ايدك عمي. طل بطل. كانت محاولة أولى للعملاق والبطل محمد دجيلي، وهذه المحاولة الثانية. نتابعوا وياكم شو راح يسوي البطل مع هذا الفريق الكبير، فريق معقوبة العنيد بقيادة العملاق علي عدنان وحيدر أبو كرار قناص المحيبس. وأنا قلت عليه قناص وفعلا قدر ياخذ في محاولة رائعة جدا. اي والله قدر ياخذ علي عدنان وحيدر. توقعاتك لهذه المباراة؟ والله توقعاتي هالمباراة كلش حلوة. صعبة تتوقع من الفائز؟ صعبة. نتابعوا وياكم مشاهدينا، ومنو الفائز؟ راسر الشاشة حكم مباراة والمشرف على البطولة يقول صعبة تتوقع. نتابع ونشوف ايش راي يسوون الأبطال بهذه المحاولة الأخرى. ايدك ارفع راسك ارفع راسك. يلا يا بطل يا محمد دجيلي، اريد استعراضات اليوم، اريد نشوف هالعظمين كل الفوق طلق هيك هاي المباراة مثل ما سواها علي عدنان وحيدر ابو كرار. كل الجو طلق هذا اللي ندور عليه احنا. انا قلت وسواها محمد دجيلي الان فقط الفوق. فك الحجي فك عيني فك اخوي فك قلبي ايدك حمودي فك عيني فك عيني شو بالله ايدك فك عيني فك اخوي فك حمودي فك ايدك فكن
فكن فكن فكن هالعظمين. شو ايدك بهالعظمين؟ هالعظمين بهالعظمين بس تلعب. حلوة يا محمد الدجيلي، حلوة يا بطل. طل هالعظمين بهالعظمين ذيك العظمين. عندك وقت وجدتك دقيقتين إضافية، عندك وقت وجدتك دقيقتين إضافية. هالعظم هالعظمين 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 هالعظمين. حلوة. أي أعرف شو إيدك؟ أنا مو قاعد تركي الفارغة. شو إيدك سادي؟ شو إيدك؟ طيب هالعظم هالعظمين. حلوة هذا الطيار، حلوة يا بطل.